السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، الله يحفظكم ونجيكم ان شاء الله. اليوم الخوت ان شاء الله اليوم السبت، اليوم عندنا جمع الحمام ديال 380 كيلومتر ناحيه بوزرقطون. كيف قلنا الخوت ان شاء الله، الديفو الوحيد اللي كنت كندير واحد الديفو كبير بزاف، هي كنت كنعطي النهار ديال لو لونجمون نهار السبت كنت كنعطي الماكله بزاف. دابا ان شاء الله عندنا غادي نعطيو 5 غرام للحمامه فقط، 5 غرام ما غاديش نفوتوها، وغادي نعطيهم الكازاير. خليكم معايا الله يرحم الوالدين. الخوت غادي نعطيو ماكله عاديه، هي هذه الكازاير اللي غادي نعطي اللي ليها ليها. ها نتوما نعطيو 185 غرام، بالضبط. غنقصو شوية، عندنا 185 غرام الخوت ان شاء الله، على حساب 5 غرام. هاي 185 نيشان، 185 عندنا. شو شحال عطاهم، شوف عندنا شحال من حمامة الخوت اللي عندنا. عندنا 37 حمامة في الإناث، 37 غير شي شوية الخوت. 5 غرام اللي غادي نعطيو للإناث، دابا غادي نقدروا لهم الأكل ديالهم، وإن شاء الله غادي نطويو الخوت هنايا ونهبط النعاس، راه فيا الموت ديال النعاس. الله يرحم ليكم الوالدين. يلا خليكم معنا الخوت، نخرجوا الحميمات وأنا معكم. أول مرة كنعطيهم 5 غرام للحمامة، كيف قلنا بحال إلا ما عطيناهم والو، 5 غرام للحمامة. الحميمات كيبانوا بمزيان الخوت. أنا المشكل اللي عندي علاش نقول الحميمات عندي ما عجبونيش، الحمامة الخوت كيطير كيعلي ودغيا كيهود، هذا هو المشكل، دغيا كيهود ما تيبقاش مازال قادر يطير. خلط 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 مسكين تخبط. يلا حنا على حتى الحساب ديال الوليدات راه عاطين. سير سير خمسة غرام اللي عطينا للحمامة فقط، نخليو الحمام ياكلو ما نبرزطوش. غادي نعطيهم الماء ديالهم عادي ونهبط فحالي الخوت. وهادي أول مرة كندير 5 غرام، كنت كنعطي 15 غرام، هذا هو الفوت اللي كنت كندير الخوت، 15 غرام اللي كنت كنعطي. باش نتأكدوا غنجبد لكم الهاتف، درت 185، أنا 37 حمامة مضروبة في 5 هي 185 غرام. وغادي نحسبوا الخوت عاوتاني كذلك ومثال. الذكور عندنا 33 ذكر مضروبة في 5، غادي نعبروا الذكورة 165 غرام ديال الكازاير، 165 الخوت. يلا نمشيو نخليو الحميمة تا هما كياكلو، الحمامة هما كياكلو، هما هادوك مبغوش ياكلو مزيان، خليوهم باش ما تسماوش الخوت ضيعناهم، باش ما نتسماوش ضيعناهم. 5 غرام فقط، 5 غرام. نمشيو نعبروا الخوت الماكله ديال الذكور. الذكور قررت الخوت غادي ندير لهم نص طوب انرجي ونص، نص طوب انرجي ونص كازاير ان شاء الله باذن الله، نص ديال الانرجي ونص كازاير. يلا خليكم معايا الله يرحم الوالدين. 165 غرام الخوت اللي عندنا، حنا غنشعلوا الميزان، خليكم معنا نشعلوا الميزان. 165 غرام، غنديروا بعدا 80 غرام ديال هذه ديال الطوب انرجي. ها 80 غرام ديال الطوب انرجي، وغادي نكملوا 165، غنكملوها بالكازاير باذن الله، غنكملوها الخوت بالكازاير، بالكازاير ان شاء الله. 165 اول مره غادي نعطي 5 غرام،
اول مره غادي نعطي 5 غرام 165 زدت بزاف عباره الخوش 165 هي 165 كنزيدوها بيدينا صافي 165 الخوت نيشان كيف كتلاحظوا هاي 165 صافي الله يجعل البركه هذه الماكله ديال الذكور يلا خليكم معنا الله يرحم لكم الوالدين الخوت والله الا سهلاو انتي وتاوما سهلاو دغيا كلاو الحمد لله هما كلاو 5 غرام الحمامه اللي كلات راها كلات اللي ما كلاتش راه ما كلات صافي دخلوا غادي نعطيهم الماء ان شاء الله فريش المويه عاديه نحيدوا الشرابه يلا ندخلوا الخوت دابا الحميمات ومن بعد غادي نتولعوا الخوت هما الوليدات شتيهم باربعه الوليدات هما باربعه فيهم معزولين هنا غادي نتولعوا فيهم ان شاء الله اليوم ولا غدا غنتولعوا نطلقوا الوليدات بوحدهم ندخلوهم دابا صافي دخلوا حتى تكون الشميشه وغادي نخرجوهم يتمشوا باذن الله زيد 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 راكي غتمشي زيد راكي غادر زيد قلت لكم الخوت اللي كان خلعني في الحمام وهو انه الطيران كيطير الحمام كيطير كيقعد نقولوا ماشي مشكل كيطير مزيان كيعلي وانما في نفس الوقت دغيا دغيا كيهود الخوت دغيا هذا هو المشكل دابا حنا اليوم راه ما عندناش غادي دغيا ناكلوهم بالنسبه للذكور ما كاينش الخوت هنا بالنسبه للذكور ما كاين والو بحال الا ما عطيناهم حتى شي حاجه بحال الا غير ضحكنا عليهم غادي نقدموا لهم حتى هما نديروا شويه هنا وشويه هنا وغادي نحيدو فحالنا باش ياكلوا في خاطرهم وخصنا نخرجوهم الخوت ان شاء الله كاملين كيف قلنا خصنا نخرجوا الحميمات كاملين الخوت على بركه الله ندخل داخل باش كلشي يخرج ياكل باش حتى حمامه ما تضيع ها انا باش كلشي ياكل يلا سيك 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 صافي زيد 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 العوج زيد زيد العويجه زيد ربما تمشي انا الخوت الحميمه هما كياكلوا 5 غرام كيف قلنا الحمامه باذن الله اللي كلات راها كلات شوف شو واحد السقع طالع كيهيج خلي مو مزيان ما ياكلش خلي كزيد هيج 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 وتقدر تكون واحد القضيه الخوت راه لقيت واحد الكومونتير البارح تقدر تكون الهياجي اللي دارت لهم هادشي هذا تقدر انا كنقول والله اعلم تقدر تكون الهياجي اللي دارتها لهم والله اعلم لان اني كنت لاقيت الذكوره مع الاناث يعني تيكونوا الذكور كيبغيو يهبطوا الاناث والله اعلم كيف لاحظتوا عطينا 5 غرام ديال الحمام الحمام ان شاء الله والبارح راه درنا لهم الخوت الانتروباك سيك 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 ربما نديكلاري بيك سيك حنا خوت كيف ما كان الحال واخا كنقولوا الحمام عندنا ما عجبناش الطيران ديالو والحمد لله البزقه ديال الحمام راه مزيانه الخوت راه ماشي الحمام مريض ماشي تنقول عندي الحمام مريض الحمام عندي ما عجبنيش في الطيران ديالو ان الطيران فهمتي الاداء ارجع اللور كان الحمام كان كيخرج كيدلع فهمتي بحال مثلا الاسبوع اللي فات كان الحمام عندي كيطير كيخرج كيدلع حتى لهنا كنا قلنا مزيان دابا الحمام الخوت تبدل هو واحد عاوتاني طلع بلاصتو طوبي يعني راه ما باغيش ياكل حيت كون بغى ياكل الخوت كون هبط ها اللي فيهم الجوع ما تياكلو كيف قلنا راه غادي نقدم لهم الماء ديالهم ان شاء الله وغادي نهبط فحالي واليوم الجميع ديال الحمامه يكون عندنا الخوت مع الثلاثة غادي يكون عندنا الجميع مع الثلاثة لان الاسبوع الماضي على ما يقال والله اعلم الترونسبور ديال الجمعيه السنويه راه تعطل ما قلت لكمش الخوت شكون هما الابطال اللي استطاعوا يعلنوا ضمن الفيدراليه الكبرى يعني مع الرباط ومع الصخيرات ومع تمارا والناس اللي لاعبين معنا هما جوج ديال الابطال اللهم بارك هما جوج ديال الابطال الخوت وهو البطل مصطفى الهواري على ما كنظن تكلاسا السادس يعني راه رتبه السادس ما بين موش 12000 ولا الله اعلم شحال الرتبة 6 راه يعني راه رتبة ماشي مشرفة راه رتبة واعرة كاين البطل الهواري وما نساوش البطل الزعر
لوفت الزعر اللي كاين في سيدي موسى، عندنا هنا في سلا كاين في سيدي موسى، حتى هو راه كدا و20 يمكن الرتبه، كدا و20 على ما كنظن والله اعلم، يمكن الرتبه كدا و20 على ما اظن. يعني مبروك الابطال ديالنا الهواري والزعر، هادو ما جوج ابطال اللي في الجمعيه السنويه اللي استطاعوا يتالقوا في هذا السباق، اول سباق ديال النصف الطويل ضمن الفيدراليه الكبرى باذن الله. حنا ان شاء الله غادي نشوفوا الخط الريزلطه وغادي نوريها لكم، وحنا راه تكلاسيت انا يمكن على ما كنظن شي 100 وشي حاجه. دابا الحميمات صافي كلاو الخط، صافي كلاو ما عندهم مازال ما يديروا، غادي نحيدوا هاد المعلفات ان شاء الله، تقدر تكون شي حبه ولا جوج تحت المعلفه، نحيدوا لهم المعلفات. وهاد الكولوار ما كاينش شي حبه الخط، الكولوار ان شاء الله غادي نسيقوه باذن الله، لا والله عز وجل كيف قلنا الكولوار غادي نسيقوه. الحمام راه فيه الجوع كيف لاحظتوا انتم، الحمام راه فيه الجوع. وبالنسبه لهاد الذكر الخوت غادي نحيد ليه الباك مانيتيك، هذا الطوبي محروق، هذا هو اللي كيتعطل عقلوا عليه، عقلوا عليه، كنت قلت لكم عليه راس الحمار راس البغل، هو هذا راس البغل، نسميه راس البغل عاديه الخوت، ماشي ما كنقولوش شي كلمه العيب، راس البغل، لان البغل هو اسم حيوان الله عز وجل اللي خلقه، متفقين الله عز وجل خلقه. هاد راس البغل هذا غادي نحيد ليه الباك مانيتيك، هو هذا الطوبي هذا راه تعطل يومين عاد باش جا، راكم عقلتوا عليه فاش جا، وهذا المطلق هذا عقلوا على راس البغل غادي تعطل، هذا هو اللي غادي يكون الجوكر ديال الحمام، غادي نصيفطوه نعقلوا على راس البغل. تحياتي لكم. دابا الحميمات الخوت كلاو راه ناشطين، كيف كنقولوا الحمام راه الصحه ديالو مزيانه، طيران الخوت اللي تراجع اللور، باش نتفقوا الطيران ديالو اللي ولا زيرو. يلا تحياتي لكم، غادي ندخلوا دابا الحميمات، حتى الماء ما غاديش نعطيهم دابا حيت لانهم ما غاديش يشربوا دابا الصباح هذا، ما غاديش يبغيو يشربوا، حتى الفيق مع 12 عاد نعطيهم يشربوا باذن الله. يلا والله يرحم لكم الوالدين كاملين. ايو مزيان دابا، مزيان ولا ما مزيانش الخوت؟ على بركه الله، هذه هي الريزلطه، باش ما يكذبش عليكم شي واحد يقول لكم راني ضربت ولا راني صرفقت ولا شي حاجه، هذه هي الريزلطه الخاصه، انا كنوصل لكم المعلومه الصحيحه، الريزلطه الخاصه ديال الاتحاد كامل ديال الفيدراليه كامله، ما بين الرباط والصخيرات وداك الشيء، كاع اللاعبين حنا هاد الفيدراليه كامله في هذا المطلق الاخراني، عدد هذه 25% ما علينا، عدد الحمام انا الخوت عدد الحمام اونكاجي هي 12693 بيجون، ها هي لاش نيميرو واحد ميرد، اسمحوا لي ها هي لاش نيميرو واحد سيد المختار، ها التاريخ الخوت 25/2/24 تطلق الحمام مع 49 هي هذه، غنوريكم الابطال ديالنا حنا ديال السلاوي، ها انتوما الاول واحد هو رباط السلام، شكون هو؟ هو الفرير عاطف الله، هذا هو الاول، ما علينا حنا نوريكم الابطال ديال السلاويه، كاين النمره 6 ها هو الهواري ميد رضا الهواري، نزيدو فين هو الزعر، الزعر سمعت راه فرير الزعر شي كدا 20 يمكن سمعت الزعر الله اعلم، ها هو 24 الرتبه 24 فرير زعر اللهم بارك. حنا غادي نديرو الفورات نشوفو حنا عبدو ربي فين جينا الفورات، حنا ما بين 12000 حمامة، نشوفو الرتبة اللي جينا فيها، ما هي نشوف فاطمة الزهراء واش هادي الحمامة الأولى ولا الثانية ولا ها هي هادي الخوت، هانتوما بين الحمامة الأولى جينا 700 ها هي 753 ما بين 12000 حمامه، تكلاسينا 753 يعني ما علينا الحمد لله وصافي. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، نمشي في حالي نمشي نعس، الى الملتقى ان شاء الله حتى نجمعوا الحميمات، الحمام راه عطيناهم حنا الذكوره ما غطيناهم الخوت باش يسخنوا شي شويه، عطيناهم كلاو 5 غرام الحمامه، الماء راه ما عطيناهمش الماء، حتى نطلعوا نعطيهم الماء، الله يرحم لكم الوالدين، نمشيو نعس راه اخوكم دكدك باذن الله. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت، عدنا لكم من جديد ان شاء الله، رافقنا الحمد لله، صلينا الظهر طلعنا، هذه بالضبط الخوت الثالثه قل 6 دقائق
الجوج و 54 دقيقة اليوم السبت بإذن الله. والله ما بغيت نفيق إلا كتفيقني المرأة قسما بالله ما بغيت نفيق ليها. تجي تقول لي غتجمع الحمام كيف لاحظنا الخضرة درنا الباش النتاوي والذكورة درنا اليوم تاهما هاد الزيف هذا وخليناهم مظلمين عطيناهم 5 غرام ديال ما نكذبوش على الله الإينات عطيتهم 5 غرام ديال الكازاير ما كاين لا طوب انرجي لا والو والذكور عطيتهم 5 غرام ديال الطوب انرجي والكازاير ميلونجيت لهم 5 غرام 2 غرام طوب انرجي 2 غرام ديال الكازاير خلطت وعطيتهم يعني الحمام راه صيفط جيعان ها باش نتفقوا الخوت. وبالنسبه للحمام اللي ما تكونستاتاش عندنا 4 الحمامات هما اللي غادي نهزوهم ان شاء الله باذن الله. دابا ان شاء الله غادي نقولوا بسم الله توكلنا على الله الحمامه اللي 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 اللي, اللي بانت لنا الصحه ديالها مزيانه هي اللي غادي نديو اللي بانت لنا صافا با كيف وعدتكم البدعيه قلت ان شاء الله ما غاديش نديها البدعيه كنقول ان شاء الله ما غاديش نهزها وان شاء الله الخوت ما غاديش نهزها. يلا السلام عليكم على بركه الله الخوت على بركه الله صافي الله عز وجل هو اللي غادي يكمل بالخير الخوت راه ربي راه هو اللي غادي يكمل بالخير باذن الله وربي هو اللي غادي يجيب هاد الحميمات على خير ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي كاين يلا الخوت هنا الزينه عندنا 10 الاينات في 10 الاينات نهبطوهم وغادي نجيو ان شاء الله باش نكملوا نشوفوا الباقيه اللي كتبان لنا صحيحه البدعيه راه باقا لداخله باقي ما قصناهاش اللي كتبان لنا صحيحه هي اللي غادي نهزو والله يرحم الوالدين. بالنسبه للخوت الذكر اللي تنقول راس البغل هو هذا راس البغل هذا هو راس البغل ذكر كيبان مزيان صحته مزيانه كلشي فيه مزيان هذا اللي طاح عنده وشدو غير ديكلاري ليا نقول ليه بالصحه والراحه هذا الذكر هذا راه حيت لي الباك مانيتيك الخوت ها هو صيفطته بلا باك مانيتيك نخلي بابا حفيان ها هو عقلوا عليه هذا هو الجوكر ذكر ممتاز ما فهمتش الخوت علاش كيتعطل هذا علاش كيتعطل الله اعلم 0.9 في الاخر ديالو 0.9 حنا غادي نعقلوا على هذا هو الجوكر نعقلوا عليه نشوفوا واش غادي يجي ولا لا هذا هو الجوكر صوري باش حيت ما غاديش يجي هذا نتخاطروا انا كنتحداك والله اعلم هذا ما غاديش يجي في نهارو ما غاديش يجي غدا لحد غدا عندنا 380 ما غاديش يجي غدا ما غاديش يجي هذا غادي يبات عقلوا عليه الخوت هذا غادي يبات عقلوا عليه وانما غادي يبات وغادي يجي ان شاء الله ما علينا ها هو دابا عندنا هنا 10 ديال الدوكور 10 ديال الدوكور و 9 الاينات ان شاء الله نمشيو عاود نهبطوهم ولنا لقاء وغادي نجيو نكملوا غتوريكم البنيه شنو باقين هنا في الاينات اللي ما ديناش غتوريهم لكم هنا ان شاء الله معاهم ذكر واحد الخوت اللي معاهم. يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين. شنو بقى في السجنه ديال الاينات بقات هي هاد البدعيه هادي اللي قال لكم بابا ما غاديش يديها قال لكم ان شاء الله ما غيديهاش هي راه ما داهاش وهذا شنيبر دو شنيبرات هادو صغيورين وكاينه ديك البدعيه كتبان لنا مريضه حتى هي ما ديناهاش وشنيبرات وكاين هاد الذكر هذا ها هو هو بوحدو اللي ذكر كاين هنايا هذا الاخوان هادو هما الحميمات اللي كاينين وتحياتي لكم الاخوان كيتخلص واش ممكن يتخلص كاع ليكم فيو كلهم كيشدوا الفلوس كلهم فهمتيني كلهم كيتخلصوا انا ما ممكنش واحد يمشي لك فابور راه كاين كتوصل تلقى 1000 درهم 16000 ريال 1000 درهم الخوت كيف قلنا الحميمات اللي ما صيفطناش الخوت ها هي هذيك البدعيه سيوفا بويض ما صيفطتهاش شوفوا غير كي دايره انتم شوفوها من اللور كي دايره انتم هادي ما صيفطتهاش كيت فيها هاد الذكر بان لي ضعيف حتى هو ما صيفطتوش البدعيه كيف وعدتكم ما صيفطتهاش هادي ما صيفطتهاش هذاك ما صيفطتوش هذاك هما اللي عقلتو عليه كان جاني متاخر ما صيفطتوش من طبيعه الحال هاد النتيوا راه هي المريضه غادي نطوي اليوم باذن الله الا جيت بكري هذا ما كان دابا هنا هبطنا الخوت الذكور هما هادو اللي باقين راه غامرنا بكلشي ولله الحمد يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا نتلاقاو في ساعه مبروكه دعوا معنا الخوت غير الحميمات يجي والحمام يجي في صحه جيده ما يضيعش لنا الحمام هادشي اللي كنتمناو حنا لعبنا هذا غادي نلعب هذا المطلق غادي نلعبو بحال لونترينمون لان كيف لاحظتوا الحمام كنطلقو كيعلي مزيان كيعلي مزيان وانما دغيا كيهود 5 دقائق في السما كيهود كيبقى يدور على الدار مابقاش كيمشي يدلع يعني الحمام مابقاش موجود بالعربيه حنا توكلنا على الله كيف ما سيدنا شكون هو اللي حفظ الله عز وجل من بطن الحوت يونس سيدنا يونس مالو
دابا هو كان ركب في واحد السفينه مع بزاف ديال الناس وكانت السفينه غادي تغرق بهم وخاصت واحد يضحي هو صافي نقز ومهم السفينه ما غرقاتش وفاش نقز كل هذيك الساعه الحوت فاش كان في بطن الحوت ما المده ما ما, ما يعني ما ما معروفاش ما معروفاش المده شنو قال وسط بطن الحوت هو شنو ماذا قال هو في بطن الحوت عطاه واحد القدره انه يسمع المخلوقات اللي كاينين في البحر انهم كيستغفروه وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وربي خرجوا من البطن ديال الحوت وخرج خرج لواحد من الشاطئ ما فيه والو وديك الساعه ربي نبت حداه واحد الشجره ديال اليقطين عرفتي هذيك القرعه وبقى كياكل منها مع كان مريض كياكل منها ومع كان داك الورق ديالها ختامها مسك ختامها مسك صافي ما بغيناكش تطولي لينا كيف قلنا الله عز وجل كيف كيف حفظ الأمة المسلمة غادي يحفظ حتى هاد الحميمات هادو إن شاء الله وغادي يجيو بإذن الله الله عز وجل هو خير حافظة الله عز وجل خير حافظة إن شاء الله نتمنوا الخير وغادي يحفظهم الله بإذن الله كل شيء الخوت بإذن الله حنا غامرنا وزينا الحميمات والله ما بارك وزيد في ذلك يلا الخوت تحية الخوت والحباب كيف كانوا ديما كنقولوها ديما خونا عمر الله يحفظك وين تجيك وما نساوش خونا محمد من فرنسا بو عبيد الشتيوي الخوت كاع اللي كيبغيونا جهاد سمير كاع الخوت كلهم خونا المهدي خونا صلاح من هولندا الخوت والحباب كاملين يلا الخوت نخليكم في رعاية الله ودعيوا معنا ان شاء الله امرح احمد وعائلة طه يسرى كلشي كاع اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين وكاع اللي كيحبونا خونا جواد والناس الناس البياطيرة ديال الله يرحم لكم الوالدين نمشيو دابا نتوكلوا على الله كان عندي بزاف ما يدار الخوت الوقت والله العظيم كنحلف بالله راه ماشي كنحلف هكاك غير هكاك الوقت ما عنديش الخوت الله العظيم قسما بالله انا قسمت امي بالله راه قلت لك انا اللي غادي نتخلص الا كذبت عليكم والله العظيم الا ناعس والمراه ناضت كنشخر خر 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 بحال الا مدبوح عرفتي شنو بحال مدبوح يعني راه التمره ديال الليل الخدمه ديال الليل راه ماشي شحال واحد كيقول لك واي الليل شنو كيديروا كيصنعوا الصواخ اجي حل عينك بالليل بقى حل عينك بالليل ونعس بنهار وشوف واش غتبدل الحياه ديالك ولا لا عندي ها انتم دابا هنا ما تنيطوي حتى شي حاجه قولي لماماك حتى شي حاجه ما تقيسها غادي نجي الخوت غادي نيطوي ان شاء الله شجاني وغادي نيطوي الكولوار هذه راه منيطويه اصلا وكنت الخوت واحد القضيه كنت باغي ندير باغي ناخذ الطوابل اجي لهنا كنت باغي ناخذ الخوت الطوابل لهنايا الكاليبوتين حط فوق الكونتر بلاك داك اللاطي الغليظ هذا بحال هذا نيت هذا بحال خو هذا داك الغليظ بحال هذا اللاطي هذا باغي ناخذ التروفون حطهم تماك على ود الغبره حيت لاحظت واحد القضيه الحمام ملي كيفرفر كيطلع من التحت كتطلع داك القشره الغبره كتطلع يلا الخوت ما نطولش عليكم الله يرحم لكم الوالدين ودعيوا معنا باذن الله كنقولوا باذن الله يجيونا الحميمات هادشي اللي كنتمناو غدا لان 380 راه ما ساهلاش كيف كنقولوا 380 الخوت ما ساهلاش نتمناو نشدو شي حميمه الخوت نولعوكم فيها انا الخوت هانتوما الذكور كيبانو مزيانين الصحه ما غلاض ما ضعاف هانتوما ما غلاض ما ضعاف الحمد لله يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين والله يرحم لكم الوالدين وتا انا معاكم والى فيديو قادم بحول الله اللي هو غدا دعوا معنا الله يرحم لكم الوالدين وشحال واحد عاود كيسولني على الفيسبوك راه كاين الفيسبوك الفورات غدا غادي نخلي لكم الفورات جا مال بالفرنسي يلا الله يرحم لكم الوالدين وغدا ان شاء الله نتلاقاو والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.